لو رحت بطفلك او ببنتك الملاهي وجات عند لعبه معينه وقال لك انا خايف، اوعى تقول له ما تخافش واركب واعمل وشوف صاحبتك ولا شوف، لا. ابنك قال لك انا خايف، خلاص يبقى خاف. لان احنا تابعنا الفتره الاخيره دي خبر، طبعا كان خبر حزين، وهو وفاه فتاه عمرها حوالي 22 سنه داخل لعبه قطار بمدينه ملاهي بسبب الخوف. فاكيد الخوف كلنا عارفين انه ليه ارتباط مباشر جدا بالقلب. انت ما تضمنش ابنك او المرافق ليك او اللي هيلعب اللعبه دي اخبار قلبه ايه عند مسألة الخوف، لكن اللي هيجاوبنا أكتر في مسألة ارتباط الخوف بالقلب وفي الحالات اللي زي دي نعمل إيه؟ الأستاذ الدكتور محمود يوسف معانا على التليفون، أستاذ القلب بطب المنصورة ورئيس قسم القلب سابقا. دكتور محمود أهلا بيك معانا في التاسعة وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بحضرتك، كل سنة طيب ودايما الصحة والسلامة إن شاء الله. يعني موضوع تكرار حوادث الملاهي المرة دي، الحادثة اللي احنا في صددها بتكلم عن ارتباط الخوف بالوفاة. يعني هو يعني اولا انا بحب احيي حضرتك ان حضرتك بتختار موضوع مهم في ظل الاحداث اللي احنا فيها، لان ده حياه اولادنا. يعني الحاجه الثانيه لو هنناقش الموضوع فاحنا من نقطتين، النقطه الاولانيه نوع اللعبه، لان في العاب انا وحضرتك لما بنشوفها في التلفزيون قلبنا اصلا بيدق بالظبط، قطر اللي بسرعه البتاع اللي نازل من فوق ده. الحاجه الثانيه لازم يبقى في عندنا اساسيات، احنا عندنا في الجسم جهازين عصبيين، الجهاز السمبثاوي وجهاز الباراسمبثاوي. السمبثاوي نشط اكتر في الرجاله وبيزود ضربات القلب ويزود الضغط وهكذا. يعني الباراسمبثاوي بقى الاخطر، بيقلل الضغط وبيقلل النبض، وده نشط اكتر في البنات. فمع الخوف الشديد او رؤيه منظر يؤلم زي رؤيه دم، رؤيه ذبح، خوف شديد، الباراسمبثاوي بقى نشط اكتر، فبيوطلها الضغط والنبض فيغمى عليها. اللي حواليها للاسف بيخطئوا ان هم بيسيبوها واقفه او يسيبوها قاعده، المفروض في الحاله دي تنام ويرفعوا رجليها وحد يلحق يجيب امبول اتروبين يديهولها. النقطه برضو اللي انا بحب اشير لها ان لازم الاماكن دي يبقى فيها طبيب، لازم ما فيهاش فصال. والحاجه الثانيه ان الخوف في البنات بالذات خطر جدا، عن طريق انه بينشط الجهاز الباراسمبثاوي، واعتقد ان سبب الوفاه لانه النبض قل لما القلب وقف ومحدش عمل انعاش قلب رئوي. يعني فهي القضيه خطيره زي ما سعادتك قلت، في ان لو الطفل قال انا خايف خلاص دي ما فيهاش شجاعه. طيب يعني نقطه مهمه حضرتك اشرت ليها، ان وجود طبيب في الملاهي، طبيب عام على الاقل، يعني ممارس عام على الاقل، او مسعف، او مسعف واخد دورات اسعاف زي اللي موجودين في الملاعب، لانه ممكن يخلص حياتها لو هو عارف يعمل مساج للقلب وعارف يعمل تنفس صناعي وفاهم انها لازم تنام ورجلها تترفع. اعتقد كان هينقذها، لان الوقت الضائع بين نقلها من المكان الحدث للمستشفى ده خلاص القصه خلصت. يعني هو حصل هبوط من بسبب الخوف في الضغط والنبض نتيجه ان الباراسمبثاوي بقى نشط قوي من الخوف والرعب. يعني الموضوع مش 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 مدعاه للفخر باللي هو الشجاعه ان هو الواحد يمارس لعبه. هو حضرتك قلت الخلاصه في الاول انه لو ابنك او بنتك قال لك خايف خلاص دي خلاصه الحلقه. هو ده، هو لو ما اجبروش على حاجه خلاص الامور هتعدي. طيب هل كل الحالات، لو اتكلمنا مثلا حضرتك فصلت ما بين الميل والولاد والبنات في مساله السمبثاوي والباراسمبثاوي، طيب هل كل الحالات معرضة لحاجة زي كده، ولا أنا ببقى عندي فكرة كولي أمر هل في أعراض مسبقة؟ مثلا أنا افرض ابني مثلا بيحب يلعب الألعاب الخطرة دي وده خطر عليه. لا، هو الشخصية تبقى باينة من الأول. يعني ما ينفعش واحد ما مارسش قبل كده حاجة من دي فجأة في مناسبة في عيد أو حاجة يركبها. الحاجة التانية، أنت حياتك بيبقى باين شخصيات ابنك قدامك، في واد عنيف بيضرب وبيجري وبيعمل ويستحمل، وفي واحد تاني او بنت رقيقه بتخاف من اقل حاجه، بترتعش من اقل حاجه، فانا جنبها الحاجات دي. يعني انت برضو نوعيه الطفل من الاول بتبينك، زائد زي ما قلنا نوعيه اللعبه، يعني انا اختار له لعبه مناسبه. ليه الرعب؟ انا برضو مش متخيل ازاي يركبوا الصاروخ اللي بينزل من فوق لتحت بسرعه رهيبه، ده لو حتى لو ما حصلش حاجه اندفاع الدم من الرجل المخططه. والله يا دكتور ياما الواحد اتكلم في النقطه دي بس مع في المحيط اللي هو اللي حواليه، انا ايه اللي يخليني العب لعبه اللي هو الصاروخ اللي هو بيطلع مره واحده وبينزل ده يعني ده اكيد هيعمل حاجه في الضغط الداخلي، في ضغط الدم. هو اختيار حضرتك للموضوع ده في التوقيت ده
انا اعتقد انه مناسب جدا، طبعا ارجو ان الناس كان تسمعه لازم فعلا. وتطبقه. وحضرتك بقى يعني بصوتك الاعلامي ده نادي بان الاماكن دي يبقى فيها على الاقل مسعف متمرن، هو احنا من خلال عشان شهاده حضرتك الدوره ومن خلال والحاجات دي. التاسعه طبعا احنا بناكد وبناشد طبعا الجهات المسؤوله ان يكون الملاهي فيها مسعف متمرس وعنده درايه بالامور اللي زي دي، ويكون فيها اجهزه تنعش القلب، لان حضرتك بتقول في حالات وارد جدا وسهل جدا اللي هو انت تسعفها في مساله طبعا الضغط انت او حضرتك القلب. انت شفت في الملاعب الاوروبيه اللاعب اللي كان اريكسون، اعتقد كان اسمه اريكسون او حاجه، لحقوه ازاي؟ فهي القصه كده، وربنا يسترها معانا ان شاء الله. يا رب ربنا يسترها معانا جميعا ومع اولادنا، وتعازينا طبعا لاهالي الفتاه، ربنا يصبرهم يا رب ونتمنى ان المشاهد دي تختفي من ان شاء عندنا. الله. بشكرك جدا أستاذ لا الدكتور محمود يوسف، أستاذ القلب بطب المنصورة ورئيس قسم القلب سابقا. مشاهدينا